السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو هذا غادي نقدم لكم مخامر، بغيتو تشوفوا كيفاش كنحضروا كيفاش كنوجدوا. يلا معايا. بسم الله على بركة الله. هنايا عندي واحد 300 غرام ديال دقيق الفينو، و500 غرام ديال دقيق القمح المنزوع نخالة، يعني بلا نخالة، ولكن الدقيق ديال القمح ماشي دقيق الأبيض. المجموع عندي 800 غرام ديال الدقيق. غنضيف واحد مغرفة صغيرة ديال الملح، والملح كيبقى حسب الذوق. وغادي نزيد واحد مغرفة صغيرة ديال العسل. غادي نخلط المكونات، وغادي نضيف الماء دافي، الماء دافي اللي غادي نعجن بيه العجينه، ماشي سخون، غير دافي وصافي الماء. هيك كنخلط العجينه الخليط ديالنا، يعني تجانسو بلا ما كندلك، كنخليها ترتاح. شحال ما خليتوها ترتاح، بغيتو ترتاح ساعه جوج سوايع، شحال ما قضيتو تخليوها تخليوها صافي. هاي بعد ما خليتها ارتاحت كتولي العجينه مدلوكه بلا ما تدلكو. حق الا بغيتو تدلكوها يعني بلا ما تخليوها ترتاح، يمكن لكم تدلكوها، ولاني انا كنفضل هذه الطريقه. كان غير كنجمع ونخليها ترتاح، فاش كنرجع ليها كنجبرها مدلوكه صافي. غادي نجمع العجينه ديالي، لا غير كنجمع وصافي. هانتوما كيفاش كتشوف كيفاش مبوقه، يعني فيها الهواء مهويه، هذا يعني ان العجينه راها معجونه، واخا ما عجنهاش ولكن هي كيما كترتاح كتعطي ديك النتيجه مزيانه. راهي كيفاش مهويه. غادي نقسم العجينه على جوج، يعني نقسم على جوج ديال القطع. واحده غادي نعمل فيها، نعمل بها الرغايف رغيفات، وواحده غادي نعمل بها المخيمرات. وبالنسبه للعجينه اللي غادي نعمل بها المخامر، غادي نضيف ليهم واحد مغرفه صغيره ديال خميره الخبز، واخر اللي غادي نعمل بها الرغيف غادي نزيد له واحد مغرفه صغيره صغيره ديال بيكربونات الصودا. قولوا مغرفه، يعني بالنسبه لنا انا استعملت مغرفه صغيره، اذا كانت عندكم مغرفه صغيره عاديه عملوا غير اربعة ولا ديال المغرفه وصافي ديال البيكربونات الصودا. غادي نضيف شويه ديال الماء باش نفزك ديك الخميره ديال الخبز. ثانية بيكربونات الصودا نضيف لها شويه ديال الماء، صافي. غادي نضيف لنا ديك الخميره ديال الخبز، غنضيف العجينه اللي غادي نعمل بها المخامر، واخر اللي غنعمل بها الرغيف غادي نزيد لها بيكربونات الصودا. غادي نحاول ندخل فيها الخميره، طيب ما كتدخل يعني ماشي ما كتحتاجش شي دليك ولا شي مشود، طيب ما كتدخل الجنس. صافي حتى هذه غادي ندخل فيها بيكربونات الصودا، نخليها جانبا هي كنجمعها بهذه الطريقه هذه صافي، كتكون واجده. هنا غادي نجيب العجينه، غادي نثقبها في الوصيده، كتجي ساهله في التقطيع ديالها، وغنشكل منها كويرات.
القطام قطع متساويين. صافي، ونعمل منهم كويرات. هنا انتم متوسطين، ما كبارين ما صغارين، بالنسبة للحجم نتوما كتختاروا انتم كيفاش كتشوفوا العجينة كي مخدومة. واخا ما خدمناش يعني ما عجناهاش، خلينا غير تحت فتعطي النتيجة روعة. صافي، غطيته من بلاستيك غذائي باش ما يبسوش، ونخليهم يخمروا شويه. بالنسبه للخمر قول هذيك 4 ساعه يكونوا خامرين. هنايا كنوجد الزبده اللي غنورق بها. هنا العجينه لصقت لي لحقاش نسيت ما عملتلهمش، ما دهنتهمش بالزيت، ما دهنهم بالزيت باش ما تلصق لكمش. بعد ما خليناهم يخمروا دابا غادي نجي نطلقوهم. كنطلق، ما تطلقهمش بزاف يعني ماشي رقاقين، كنحاول نضغط على الجوانب. ما نخليوش الجوانب غلاضين. نجيب الزبدة وغنورق بيها. نرش بالسميدة، دي سميدة رقيقة ديال اللي كنعملو بيها البغرير. وغادي نجيب واحد القطعة والليموس وغادي نقطع. ما كنقطعش كامل، كامل واحد كيما كيبان في الصورة. صافي، وكنبدا نطوي، كنلويها على هذا الشكل. هذا هي الطريقة سهلة وكتعطي النتيجة روعة. صافي، هيدا ديك اللي كي الحواشين داخل كنجمعهم من تحت، كنجمعهم داخل بهذه الطريقة. هذه كنضغط عليها ونخليها معاك. غنعمل بجميع الكوارت نفس العملية، وهذه اللي عملت الأولى هي اللي غادي نبدا الأولى اللي غنطيبها. صافي، هنايا أنا بديت كنقرص باش نطيب. مرققهمش بزاف. هنا دهنت يدي بالزبدة، لا انا غير غلطت وصافي، كان خصني ندهن بالزيت. الزبدة ملي كتعملها في المقلة كتبقى تحرق، تعطي ديك الحريق بزاف. من الاحسن نعمل لهم الزبدة، الزيت ماشي الزبدة. صافي، هنا بديت كنطيب في المخامر ديالنا. سرعت الفيديو باش ما نتعطلش في الفيديو، ما يجيش طويل. ها هي الخمره ديالنا واجده، كتجي كامله فشه ومورقه، كتجي بين الملوي والمخمر في جمع جوج. هاد المخامر هادو كيستاهلو، كيستحقو التجربة. صافي، انا كنت وجدت مع يعني بنفس العجينة خرجت منهم رغايف ومخامر. كيجيو المخامرات ديالنا مورقين، النتيجة ديالهم كتجي روعة. كيفاش كيجيو؟ نتمنى الوصفة تنال الإعجاب ديالكم. وبهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى الوصفة تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوناش بتاعكم وتشتركوا معنا وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. أترككم في حفظ الله ورعايته، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.